بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، ذكر الآيات الدالة على علو الله فوق مخلوقاته. والعلو أعم من الاستواء، العلو أعم من الاستواء، لأن الاستواء علو خاص، وهو علو الله على العرش، وهو صفة فعل. الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، فالله لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فإنه يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى، فبينهما عموم وخصوص. أيضا الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية، الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية، يعني الأدلة النقلية. أما العلو فإنه ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة. وأدلة العلو كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الفطر والعقول، حتى ذكر بعضهم أن العلو له 1000 دليل، له 1000 دليل أو ما يزيد على 1000. وقد ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا اسمه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه 3 أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وكل هذه الأنواع ثابتة لله عز وجل، فهو علي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وله علو القدر وله علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه 3. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر فقط، أما علو الذات فلا يثبتونه لله عز وجل. هذا فرق ما بينهم وبين أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه 3. أما من خالفهم من الفرق الضالة فإنهم يجحدون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. فهذه الآيات الكريمة أوردها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على علو الله على خلقه. وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة، فقوله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله، تآمروا على قتله كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فاليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يريدون قتله ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، مكر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون.
وأما مكرهم فهو مكر مذموم، لأنهم أرادوا الغدر برسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما مكر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله وإنجاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي مكرا، لأن المكر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، ورفعه من بينهم إلى السماء، وقتلوا رجلا يشبه المسيح، ظنوا أنه المسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك، مع أن عيسى لم يمت إلى الآن، وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم، ألقى الله عليه النوم ورفعه، والنوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس بالليل. قال تعالى الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لم تمت في منامها، يتوفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا وفاة القبض، أن الله سبحانه وتعالى قبض المسيح روحه وجسمه. وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة، فقوله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله، تآمروا على قتله كما قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فاليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يريدون قتله ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا مكر الله سبحانه وتعالى، مكر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون. وأما مكرهم فهو مكر مذموم، لأنهم أرادوا الغدر برسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما مكر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله وإنجاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي مكرا، لأن المكر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، ورفعه من بينهم إلى السماء، وقتلوا رجلا يشبه المسيح، ظنوا أنه المسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك، مع أن عيسى لم يمت إلى الآن، وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض،
ويحكم بشريعة الإسلام ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم، ألقى الله عليه النوم ورفعه، والنوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس في الليل. قال تعالى: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لم تمت في منامها، يتوفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا وفاة القبض، أن الله سبحانه وتعالى قبض المسيح روحه وجسمه ورفعه إلى السماء وهو حي. فالمراد بالوفاة هنا ليس وفاة الموت، وإنما هي وفاة القبض والاستيفاء. على كل حال، المسيح عليه السلام لم يمت إلى الآن، وإنما رفع إلى السماء بجسمه وروحه وهو حي، وسينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة الكبرى، ويقتل الدجال الأعور، وينشر العدل في الأرض، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ورافعك إلي، الشاهد من الآية قوله ورافعك إلي، ففي هذا دليل على العلو، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله جل وعلا في العلو. هذا هو محل الشاهد من الآية. وفي الآية الأخرى من سورة النساء يقول جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. بل رفعه الله إليه، رفعه حيا بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، رفعه حيا بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل الشاهد من الآية، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يعني يرتفع، وهذا محل الشاهد من الآية، لأن الصعود يكون إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو. يصعد إليه الكلم الطيب، والكلم الطيب هو ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكره بتلاوة القرآن وبالتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل هذا من الكلم الطيب. والكلم الطيب ضد الكلم الخبيث، فالخبيث لا يصعد إلى الله جل وعلا، وإنما يرجع إلى صاحبه أو إلى من قيل فيه إن كان مستحقا، لا يصعد إلى الله، وإنما يصعد إلى الله الكلم الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه ترغيب بالكلام الطيب من ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر وتلاوة القرآن العظيم، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تعليم العلم غير ذلك، كل هذا في الكلم الطيب والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك، كل هذا يرتفع إلى الله ويقبل ويثاب عليه. والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح هو الخالص لوجه الله، الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفر فيه شرطان:
الإخلاص لله فليس فيه شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فليس فيه بدعة، هذا هو العمل الصالح. أما ما العمل الذي اختل فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يكون عملا صالحا، وإنما يكون عملا فاسدا حيث اختل شرطه. وقوله يرفعه، الضمير يرجع إلى الكلم الطيب، أي أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله، فلا بد من القول والعمل، لا يكفي القول بدون العمل. فالإنسان مع ذكره لله وتسبيحه وتهليله ودعائه وغير ذلك أيضا يعمل الأعمال الصالحة حتى يرتفع هذا الذكر وهذا القول، أما قول بدون عمل فإنه لا يرتفع إلى الله جل وعلا. فدل على أن الكلم يرتفع إلى الله بشرطين، الشرط الأول أن يكون طيبا، الشرط الثاني أن يصحبه العمل الصالح. أما إذا كان بدون عمل صالح فإنه لا يرتفع إلى الله، فالذي يذكر الله ولكنه لا يحافظ على الصلوات ولا يؤدي الواجبات والفرائض ويكتفي بالذكر، هذا لا يرتفع منه إلى الله شيء. فهذا شرط لرفع العمل، لرفع الكلم الطيب وهو العمل الصالح. الشاهد من الآية قوله يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، ولأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو وأنه تصعد إليه أعمال العباد وأقوالهم الطيبة. نعم. وقوله تعالى يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه مقولة فرعون لوزيره هامان لما أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الله وطلب منه الإيمان بالله عز وجل، أنكر ذلك وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، اجعل لي صرحا، أوقد لي يا هامان على الطين فابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وفي هذه الآية يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شاهد من الآية أن موسى قال لفرعون إن الله في السماء، إن الله في السماء، ففرعون أراد أن يكذب موسى، يتظاهر بتكذيبه، فقال لوزيره هامان ابن لي صرحا، والصرح هو القصر، القصر المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي أبواب السماء، الأسباب معناها الأبواب، أبواب السماوات، ليدخل منها ويتجول في السماء ويبحث عن رب موسى بزعمه، وإني لا أظنه كاذبا، ليس له إله في السماء كما يقول. هذا من باب المكابرة والمعاندة، وإلا فهو يعلم صدق موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فموسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات التسع إلا رب السماوات والأرض، فهو يكابر مع أنه يعلم في قرارة نفسه وفي قلبه، يعلم أن له ربا وأنه ليس هو إله، وإنما الرب والإله هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد المكابرة أمام الناس والتغلب بالباطل والجدال بالباطل ليدحض به الحق. شأن المتجبرين المتكبرين والعياذ بالله. شاهد من الآية أن موسى عليه السلام قال لفرعون إن الله جل وعلا في السماء،
ولهذا الله الذي أرسله في السماء، ولهذا قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أطلع إلى إله موسى، دل على أن الله في السماء. نعم. وقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يحسب بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يقول الله سبحانه وتعالى موبخا للكفار أأمنتم من في السماء، الأمن ضد الخوف، أأمنتم من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى، ومعنى في السماء أي على السماء، لأن في تكون بمعنى على، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، في قوله تعالى فسيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، وليس المراد سيروا داخل بطن الأرض، لا على ظهر الأرض، ففي بمعنى على، فيكون معنى قوله تعالى في السماء أي على السماء. هذا إذا أريد بالسماء السماء المبنية، أما إذا أريد بالسماء مطلق العلو كل ما على وارتفع فهو سماء، فتكون في ظرفية، من في السماء يعني في العلو، تكون في على ظاهرها ظرفية، ويكون السماء معناه العلو، فيكون معنى الآية من في السماء يعني على يعني في العلو، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الخسف هو انشقاق الأرض وانقطاع الأرض بمن عليها فتسوخ، تسوق الأرض بمن عليها، والله قادر جل وعلا على أن يخسف الأرض بمن عليها، فلا يأمن الكفار أن الله يعاقبهم بذلك. هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ومستقرا وأرساها بالجبال لا يؤمن أن الله جل وعلا يحركها بهم فتنقطع فيسيخون فيها كما حصل لقارون، كما حصل لقارون وكما حصل لقوم لوط، خسف الله بهم الأرض بمعنى أنه قطعها بهم فغاصت بهم وهلكوا عن آخرهم. فلا يأمن كفار قريش الذين عاندوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفعل الله بهم مثل ما فعل بقارون فخسفنا به وبداره الأرض، ومثل ما فعل بقوم لوط خسف الله بهم الأرض بعد أن قذفهم بالحجارة من سجيل. فلا يأمن هؤلاء أن يفعل الله بهم كما فعل بأسلافهم من الكفرة إن لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب الريح التي فيها الحجارة، وقيل الحاصب حجارة تنزل من السحاب، يرسل الله سحابا فيمطر عليهم حجارة تهلكهم، أو أنها حجارة من السماء من سجيل يرسلها الله كما أرسلها على قوم لوط وكما أرسلها على أصحاب الفيل. الله قادر على أن يرسل عليهم حجارة إما بواسطة الريح أو بواسطة السحاب أو بنزولها من السماء فيهلكهم بها. الشاهد من الآيتين قوله من في السماء وهو الله جل وعلا، فدل على علو الله فوق مخلوقاته، وكما ذكرنا أن في تحتمل وجهين، تحتمل أنها ظرفية إذا أريد بالسماء العلو، أو أنها بمعنى على إذا أريد بالسماء السماء المبنية سبع الطباق، فإن الله فوقها سبحانه وفوق مخلوقاته، وليس حالا في السماء وإنما هو فوق السماء وفوق العرش سبحانه وتعالى، فوق مخلوقاته بائن من خلقه. هذا محل الشاهد من الآيتين. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات علو الله على عرشه وفوق مخلوقاته، العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو
الذات. نعم. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله لإثبات معية الله، معية الله لخلقه، وأنه لا تنافي بين علو الله فوق مخلوقاته وكونه مع خلقه سبحانه وتعالى قريبا منهم، فلا تنافي بين علوه فوق سماواته وبين قربه من خلقه ومعيته لهم أينما كانوا، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ولا يشبه بخلقه، فهو مع كونه فوق سماواته على مخلوقاته فهو أيضا قريب من خلقه يسمعهم ويراهم ويعلم ما يفعلون وينصر أولياءه ويثيبهم ويعينهم. هذا مبحث المعية، معية الله جل وعلا لخلقه. والمعية على قسمين: معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم، فهو سبحانه وتعالى محيط بخلقه لا يخفون عليه أينما كانوا، يعلم ما يقولون وما يفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأقوالهم، هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، الله معهم بمعنى أنه محيط بهم وأنه يراهم ويسمعهم وأنه لا يخفى عليه شيء من شؤونهم أبدا، مع أنه فوق خلقه عال على مخلوقاته. النوع الثاني: معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية نصر وتأييد وإعانة، فهو مع عباده المؤمنين بمعنى أنه يعينهم وينصرهم ويؤيدهم ويسمع كلامهم ويرى أعمالهم ويعلم ما يفعلون لا يخفون عليه سبحانه وتعالى، فلا يلزم من كونه فوق مخلوقاته أنه بعيد عنهم وأنه لا يراهم وأنهم يخفون عليه، كشأن المخلوق إذا كان في مكان مرتفع يخفى عليه من تحته، الله جل وعلا مع كونه عاليا على خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو قريب من خلقه مع علوه فوق مخلوقاته لأنه لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. نعم. فالآية الأولى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا سبق الكلام عليه في آيات الاستواء من سورة الأعراف وسورة يونس ثم استوى على العرش، سبق الكلام عليه. يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل فيها في أغوارها وفي ظلماتها من البذور والمعادن والأموات الذين يدفنون فيها، يعلم ما في بطن الأرض سبحانه وتعالى وما تخفيه الأرض في بطنها لا يخفى عليه جل وعلا،
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من نبات ومن كنوز ومعادن، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر وغير ذلك من أوامره سبحانه وتعالى، ما ينزل من السماء من وحيه ومن رحمته ومن ملائكته ومن الغيث الذي ينزله من السماء، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وما يعرج فيها ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم وأقوالهم والملائكة التي تصعد إلى السماء وأرواح المؤمنين عند الوفاة، يعلم سبحانه ما يصعد إلى السماء من الأقوال والأعمال وأرواح العباد عند الوفاة والملائكة والدعوات غير ذلك، كل ما يصعد ويعرج إلى السماء فإن الله يعلمه وهو معكم أينما كنتم، هذا محل الشاهد من الآية، وهو معكم أيها الخلق المؤمنين والكفار، هذه معية عامة، معكم بمعنى أنه محيط بكم لا تخفون عليه، مع كونه فوق سماواته فهو معكم بعلمه وسمعه وبصره واطلاعه سبحانه وتعالى وإحاطته بكم، وهو معكم أينما كنتم في أي مكان، لا تخفون على الله سواء كنتم ظاهرين بارزين أو كنتم مختفين في البيوت أو في المغارات أو في المختبئات في أي مكان، سواء كنتم مجتمعين أو متفرقين، أينما كنتم في أي مكان وجدتم، فلا تظن أنك إذا اختفيت في مكان أنك تخفى على الله جل وعلا، أنت تخفى على الخلق لا يرونك، لكنك لا تخفى على الله جل وعلا، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملونه، لا يخفى عليه منه شيء ولا يحجب بصره شيء أبدا. فالشاهد من الآية قوله وهو معكم، فيه إثبات المعية العامة للمخلوقات، وهي معية إحاطة واطلاع، ليست معية مخالطة ومماسة بمعنى أنه مختلط بكم، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، فالله ليس مختلطا بخلقه مماسا لهم، وإنما معيته لهم معية إحاطة وعلم واطلاع وبصر. والمعية في اللغة العربية تطلق ويراد بها مطلق المصاحبة، سواء كان معك مختلطا بك أو كان فوقك أو كان يتابعك ببصره فهو معك، تقول مثلا ما زلنا نسير والقمر معنا، معناه أن القمر في السماء ولكنه يضيء لكم الطريق، فهو معكم بمعنى أنه يصل إليكم نوره وضياؤه، وأنكم لا تختفون عن القمر، القمر مرتفع وأينما كنتم فالقمر فوقكم ترونه ويصاحبكم، هذا وهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فكيف بالله جل وعلا؟ الله معكم وإن كان فوق سماواته، إذا كان القمر وهو مخلوق يكون معكم وهو في السماء بينكم وبينه مسافات بعيدة وهو معكم، فالله جل وعلا أولى بذلك، لأنه الخالق القادر سبحانه وتعالى. تقول مثلا متاعي معي، مع أن المتاع ليس إلى جانبك أو على رأسك، المتاع مثلا قد يكون في السيارة أو على الدابة، بمعنى أنه مصاحب لك، متاعي معي بمعنى أنه مصاحب لك، ولو كان فوقك، ولو كان فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك، فتقول متاعي معي بمعنى أنه مصاحب لي، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخالطا لك ومماسا لك، وقد يكون وقد تقول متاعي معي وهو فوق رأسك، أنت تحمله فوق رأسك
على كل حال المعية لمطلق المقارنة، قد يراد بها مطلق المصاحبة، وقد يراد بها المماسة والمحاذاة، وقد يراد بها غير ذلك، فمعناها واسع. فالذي يفهم من قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بخلقه هذا ضال مضل، هذا حلولي كافر، لأن الله جل وعلا ليس مختلطا بخلقه ولا هو حال في خلقه سبحانه وتعالى. والمعية معناها مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يلزم منها المماسة والمحاذاة والمخالقة. نعم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نعم، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. النجوى هي المحادثة سرا، هي المحادثة سرا بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة، فهي المحادثة سرا بين الناس، هذه هي النجوى والمناجاة. وكان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون واليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسارون فيما بينهم، اليهود والمنافقون يجتمع بعضهم إلى بعض ويتسارون بحضور المؤمنين، فغاض ذلك المؤمنين وظنوا أنهم يبيتون للمؤمنين شرا وأنهم يتآمرون ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين. ساءتهم هذه المحادثات بين اليهود والمنافقين والإصرار بها، فنهاهم الله عن ذلك، نهى الله اليهود والمنافقين عن هذه النجوى التي تسوء المؤمنين. ولكنهم لم ينتهوا، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. نهوا عنها فلم ينتهوا بل استمروا عليها، فالله تهددهم وتوعدهم بأن مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير. وفي هذه الآية يقول ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، هذا طمأنة للمؤمنين، لا تخافوا من هؤلاء لأني عالم بما يقولون وما يبيتون وسأكفيكم شرهم، سأكفيكم شرهم فلا يهمكم أمرهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى أي تسار ثلاثة أشخاص فيما بينهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو أي الله جل وعلا رابعهم، يسمع ما يقولون ويسرون ولا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو رابعهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. ولا خمسة يتسارون بينهم ويتناجون إلا هو سادسهم يعلم ما يقولون وما يبيتون، ولا أدنى من هذا العدد ثلاثة والخمسة ولا أكثر منه مهما بلغ إلا وهو معهم سبحانه وتعالى، معهم بمعنى أنه يعلم ويرى ويسمع ما يصدر منهم وإن أسروه وأخفوه عن المؤمنين أينما كانوا، أيضا حتى لو دخلوا في بيوتهم وتساروا فيما بينهم وبيتوا للمسلمين شرا في مكان خفي لا يراه المؤمنون، فإن الله ولي المؤمنين وهو يعلم ذلك مهما أخفوه ومهما اختفوا به، ثم ينبئهم يوم القيامة، ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم
ويجازيهم على ذلك، هذا وعيد، إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية أيضا فيها إثبات المعية، إثبات المعية العامة في حق الله سبحانه وتعالى مع خلقه، وهي معية علم وإحاطة، ليست معية مخالطة ومماسة. ولهذا يقول الإمام الأحمد، الإمام أحمد رحمه الله: بدأ الله الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. وكما ذكرنا المعية يعني واسعة، معناها واسع، ليست خاصة بالمخالطة والمماسة، معناها واسع. الاطلاع يسمى معية، الرؤية ولو من بعيد يسمى معية، وهكذا. نعم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة، الآيات الأولى في المعية العامة لجميع الخلق، وأما هذه وما بعدها فهي في المعية الخاصة بالمؤمنين. نعم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، يقول الله جل وعلا حاكيا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما دار بينه وبين صاحبه أبي بكر الصديق في الغار، في غار ثور، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة إلى المدينة، هو وأبو بكر الصديق، واختفيا في غار ثور، وهو غار في الجنوب الغربي من مكة يخالف الظاهر، فهو ذهب إلى الجنوب ليخفي عليهم، ليخفي عليه الصلاة والسلام على الكفار طريقه حتى يذهبوا شمال ولا يتنبهون أنه في الجهة المخالفة. فهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم العظيمة، اختفيا في غار ثور، وخرج المشركون يطلبون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل وجه، وجعلوا الجوائز العظيمة لمن يأتي بالرسول حياً أو ميتاً، يأتي به وبصاحبه أحياء أو أموات، لهم الجوائز. فخرج الناس من كل وجه يطلبون الرسول، حتى جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ووقفوا على الغار، فأعمى الله أبصارهم فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه. عند ذلك لما وقفوا على الغار أشفق أبو بكر على رسول الله وخاف عليه أن يقتلوه، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر فقط، إذ هما في الغار، أي غار ثور، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر، وهذا فيه شهادة من الله بصحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من هو الصحابي الذي ثبتت صحبته في القرآن؟ فتقول: أبو بكر، لأن الله قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية علم وإحاطة، ومعية نصر وتأييد وتوفيق. فأخفى الله رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، رغم أنهم وقفوا على الغار وانصرفوا ولم يروهما. فلما هدأت الأمور وانقطع الطلب، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركبوا الرواحل واتجهوا إلى المدينة سالمين، ورد الله عنهم كيد أعدائهم. الشاهد من الآية: إن الله معنا، يعني معية نصر وتأييد وتوفيق ورد للأعداء. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فنصرهما الله وأظهرهما الله، وأعمى الله بصائر الكفار عنهم، وقطع أطماعهم فيهم،
هذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، كذلك قال الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون، حينما أرسلهما إلى فرعون الذي هو أكبر جبار في وقته على وجه الأرض، ادعى الربوبية، صاحب بطش، صاحب بطش وجبروت. فلما أرسلهم الله إليه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طمأنهما الله وثبتهما بقوله لا تخافا، لا تخافا من مكر فرعون وجبروته وبطشه وغشمه، إنني معكما، يعني بالرؤية والسمع، معكما أسمع ما يقول لكم وأرى ما يفعل وسأكافيكم إياه ولا يصل إليكم منه سوء، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة لأوليائه فيها النصر والتأييد. وقد صدق الله وعده لرسوليه موسى وهارون، فلم يتمكن فرعون من أذاهما مع أنه كان عاتيا جبارا على وجه الأرض، وهما بشران اثنان، وهذا جبار وعنده جنود وعنده قوة وعنده جبروت، ومع هذا ما استطاع أن يبطش بهذين الرجلين لأن الله معهما ولا يصل إليهما أبدا. فالشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة لأولياء الله بالنصرة والتأييد والسمع والبصر. نعم. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه أيضا معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا تركوا المحارم والذين هم محسنون فعلوا الطاعات، فالله مع هؤلاء الذين تجنبوا المحرمات وأدوا الواجبات، معهم بنصره وتأييده وإعانته وتسديده سبحانه وتعالى، فهي معية خاصة. نعم. وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا على جهاد الأعداء، إذا لقيتموهم فاصبروا على قتالهم. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وعن التسخط عند المصائب وعند المكاره، ومن ذلك إذا لقي المسلمون عدوهم فإنهم يجب عليهم الصبر والثبات في وجه العدو والثقة بالله عز وجل. اصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة، أي معهم بالتأييد والنصر والإعانة على عدوهم. نعم. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذه في قصة طالوت مع بني إسرائيل، لما خرج بهم طالوت يريد قتال جالوت زعيم الكفار في عهدهم، وكان الذين ثبتوا مع طالوت عدد قليل، ولما رأوا كثرة عدوهم وقوة عدوهم عند ذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني يتيقنون، فالظن هنا يراد به اليقين، الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة، أنهم مبعوثون ومجزيون بأعمالهم
ويؤملون ثواب الله عز وجل عندما يلقونه يوم القيامة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فليس العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بالإيمان والعقيدة الصحيحة، هذه هي القوة التي لا تغلب. وليس الغلبة بكثرة العدد فقط، وإنما الغلبة الأساسية بالإيمان بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا فالفئة القليلة تكفي. كم من فئة قليلة يعني مؤمنة متوكلة على الله صادقة غلبت فئة كثيرة كافرة باغية بإذن الله. كم من فئة قليلة يعني مؤمنة متوكلة على الله صادقة غلبت فئة كثيرة كافرة باغية بإذن الله. بإذن الله يعني بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فإنه قضى وقدر أن الغلبة لأهل الإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن الشأن في الإيمان، الشأن في الإيمان والثقة بالله واليقين بالله. إذا حصل هذا سواء كان العدد قليلا أو كثيرا فإنه منتصر بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا محل الشاهد من الآية، فيها إثبات معية الله للصابرين، وهي معية خاصة للنصر والتأييد والتمكين من أعدائهم. فلما تبارزوا كتب الله النصر لطالوت وجنوده، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. فكتب الله النصر لطالوت وجنوده مع أنهم فئة، قليلة، وجالوت معه فئة كثيرة وقوة وعدد وعدة. ولكن لما صبر هؤلاء واعتمدوا على الله ووثقوا بنصر الله أعانهم الله، لأن الله معه والله مع الصابرين. فهذا فيه الأمر بالصبر عند لقاء العدو وثقة وقوة اليقين بالله عز وجل وعدم الفرار، وعند ذلك ينزل النصر من الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي معناها النصر والتأييد والإعانة. وبهذه الآيات عرفنا المعية معناها وأنواعها والأدلة الدالة عليها من كتاب الله عز وجل. نعم. وأنه لا تنافي بين علو الله على عرشه وعلوه فوق مخلوقاته، وبين قربه من خلقه ومعيته لهم، معية عامة ومعية خاصة. لا تنافي بين هذا وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا الله بائن من خلقه؟ يعني ليس متصلا بهم وليس متصلين بالله عز وجل. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى بائن من خلقه. هذه قالها أهل السنة والجماعة ردا. الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولنا الله بائن من خلقه؟ يعني ليس متصلا بهم وليس متصلين بالله عز وجل. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا معنى بائن من خلقه. هذه قالها أهل السنة والجماعة ردا على الحلولية الذين ينفون العلو، رد عليهم، يقصدون بهذا الرد عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العرش محيط بالسماوات؟ الله أعلم، نحن لا نعلم هذا. الله أعلم بصفة العرش، ولكن
الظاهر والله أعلم أنه ليس محيطا بالمخلوقات، بل هو سقف المخلوقات كالقبة عليها كما في الحديث، وهو له حملة من الملائكة يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يوم القيامة يحمله ثمانية، وأما قبل يوم القيامة فحملة العرش أربعة. نعم، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، ولا يعلم سعته وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الله سبحانه وتعالى محيط بالعالم بعلمه فقط أم بعلمه وذاته معه؟ بعلمه سبحانه وتعالى لا بذاته، بل بعلمه. وأما هو سبحانه فهو فوق مخلوقاته وفوق سماواته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نستدل بهذه الآية يا عمال بن صالح فإن هذا قاله فرعون استهزاء بموسى عليه السلام؟ هذا السائل كأنه لم يسمع الكلام ولم يقرأ. وجه الاستدلال من الآية أن فرعون ما قال هذا إلا لأن موسى أخبره أن ربه في السماء، فأراد أن يكذبه في خبره ويستهزئ به، فدل على أن موسى عليه السلام أخبره أن ربه في السماء. هذا وجه الدلالة من الآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بينما ورد في بعض الأحاديث أن العبد إذا قام يصلي قام بين يدي الله سبحانه وتعالى وقولنا في السجود سبحان ربي الأعلى؟ لا تنافي بينها، فالله علي قريب في علوه، قريب علي في دنوه، قريب في علوه، فهو فوق السماوات وفوق خلقه، وهو قريب منهم في السجود وفي الصلاة، وهم بين يديه، وهو سبحانه وتعالى يسمعهم ويراهم. فلا تنافي بين الآيات والأحاديث التي تدل على أن الله في السماء وأنه مع خلقه وأنه قريب من عباده ومحيط بهم بعلمه وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، ما الفرق بين الحزن في الآية والخوف؟ الخوف من شيء مستقبل، وأما الحزن فهو على شيء سابق. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون على ما فات. قوله لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وصلوه، ما بقي شيء، هو بين أيديهم، لو أن الأمر بالمقاييس لأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم في متناول أيديه، لكن الأمر ليس في المقاييس وإنما هو بقدرة الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا تحزن يعني لا تخف على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله معه، ومن كان الله معه فلن يصل إليه أحد. وليس بمعنى هذا ويقول عنه المفسر في الآية بما هو من التفاسير السطحية، كيف؟ يقول بعضكم لمن يفسر قوله تعالى ولا صدق لكم في جذوع النخل بجاهل على ظاهرها، وليس بمعنى على، ويقول عنه يفسر في الايه انه من التفاسير السطحيه. سطحيه، نقول في هذا انه ما يفهم، هذا لا يفهم لغه العرب. اجل يفسر قوله تعالى سيروا في الارض يعني يدخلوا بسراديب الارض وسط تحت الارض، هذا يقول احد. السياق يعين المراد، سياق يعين المراد، ولكن هذا جاهل ولا يعرف لغة العرب التي نزل بها القرآن. نعم. لا أصلبنكم في جذوع النخل يعني يدخلهم داخل جذوع النخل، هذا ما يقوله أحد، ولا يقوله عاقل ولا حتى مجنون. نعم. وقال الشيخ عيسى عليه السلام هل هو مرسل لليهود والنصارى جميعا وكذلك موسى عليه السلام؟ عيسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أرسله الله إلى بني إسرائيل، وسمي أتباعه بالنصارى، أتباع المسيح سموا بالنصارى من بني إسرائيل، وهم من بني إسرائيل، لما تبعوا عيسى سموا بالنصارى. قيل من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، سموا بالنصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله، وقيل سموا بالنصارى لأن البلد التي هم فيها يقال لها الناصرة،
من بلاد فلسطين فنسبوا إليها، نسبوا إلى الناصرة وقيل نصارى، وهم أتباع المسيح عليه السلام. نعم، وهم من بني إسرائيل. نعم. من قال أن الاستواء هو الاستيلاء والقهر، ومن قال أن الله معكم في كل مكان، ماذا يطلق عليه؟ وهل تلاه هذا الكلام يعتبر من الشفاعة من الصواب وعن يخرج من الملة أم لا؟ سبق أن تفسير الاستواء عند أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه، والذي هو مقتضى لغة العرب ومقتضى القرآن، أن معناه العلو على العرش. وأما تفسيره بالاستيلاء والقهر فهو تفسير باطل، لو فسر بالاستيلاء لم يختص العرش بذلك، لأن الله مستول على كل شيء، فيقال استوى على الجدار واستوى على الأرض واستوى على السماء واستوى على البحر، هذا كلام باطل، ليس معناه الملك والقهر، لأن الله مالك لكل شيء ولا يختص ملكه بالعرش. ثم أيضا الاستيلاء على العرش معناه أنه قبل ذلك لم يكن مستوليا عليه، وكان مغالبا عليه، كان بيد غيره، ثم هو استولى عليه بعد ذلك، وهذا كلام باطل. فتفسيره بالغلبة والقهر والاستيلاء كل هذا كلام باطل مردود. وأما من يقول وهو معكم أي مختلط بكم، هذا كلام الحلولي، هذا كلام الحلولية، من قاله فهو كافر، لأنه جحد علو الله على عرشه ولم ينزهه عن الاختلاط بخلقه، ومن فعل ذلك فهو كافر. نعم. وفي الشيخ لماذا قال فرعون ذروني أقتل موسى وقاتلوا من باب التهديد، ذروني أقتل موسى من باب التهديد والتخويف لموسى، ولكن لا يقدر على قتل موسى، لأن الله معه وعاصمه منه، لم يقدر عليه. ولهذا قال موسى، ماذا رد موسى؟ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا جواب موسى عليه الصلاة والسلام، وما دام أنه عائد بالله فلن يقدر عليه فرعون ولا غيره. نعم. وفي هذا الشيء هل يشرح امتحان بعض الناس بقول أين الله ومساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشرح امتحان بعض الناس بقول أين الله ومساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية؟ نعم، طلبة العلم والناس المدركون يلقى عليهم هذا السؤال، أين الله؟ فإن أجاب بالجواب الصحيح وقال الله في السماء كما قالت الجارية فهذا جواب صحيح. أما إنسان ما دخل بها الأمور ولا وفطرته سليمة ولا، فلا ينبغي أن العوام يقال لهم الكلام هذا، هذا يقال لطلبة العلم والناس المدركين والفاهمين. نعم. أو تقول البزران مثل الصغار، تقول لهم أين الله وهم صغار ما بعد عرفوا شيء، ما هي كل يخاطب على قدر علمه وقدر معرفته وقدر إدراكه، شيء فشيء، ما تجيب المسائل الكبيرة وتلقيها على الأطفال ولا على الطلبة المبتدئين حتى يتمكنوا شيئا فشيئا ويكون عندهم إدراك وملكة وفهم للنصوص. نعم. ما معنى النجوى بقوله تعالى النجوى؟ عرفتم أنها هي المحادثة سرا، فإذا كان بين المؤمنين المحادثة سرية فلتكن بالمعروف، بالبر والتقوى، بذكر الله عز وجل، بالتواصي بالحق، بالمحبة بين المسلمين، ولا يخفون شيئا فيه سوء أو فيه مكر بالمسلمين. نعم. وضيئة الشيخ تفاصل في الدرس السابق في معنى الفضل على المقال إن الاستواء أو الاستيلاء أنه أتى بحكم المهدي في التوحيد، ولو كان معنى الاستواء والاستيلاء على العرش لم يتأخر ذلك إلى أن بعد خلق السماوات والأرض أكثر. واضح، لو كان المراد بالملك فالله مالك للملك دائما وأبدا، لا يتأخر ملكه للشيء إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، الله مالك لكل شيء دائما وأبدا، لم يحدث له ملك جديد أو تملك جديد بعد أن لم يكن. نعم. وقيل للشيخ هل يكفر من قال إن الله في كل مكان مختلف بخلقه إن كان ذلك مجرد نقل اللسان فقط لا اعتقاد الخلق؟ من قال هذا فيحكم عليه بالكفر ويستتاب، هذا يعتبر من الحلولية
والحلولية كفار، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، إذا تكلم بهذا نستتيبه، فإن تاب وإلا يقتل، ما لنا إلا الظاهر، أما ما في قلبه فلا يعلمه إلا الله. نعم، كم عليه بأنه مؤول وضال، يحكم عليه بأنه مؤول وضال. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الأدلة؟ نعم، ما هي الأدلة غير مرئية على إثبات صفة العلو لله عز وجل؟ الفطر، الأدلة غير النقلية على علو الله على مخلوقاته الفطر، الفطر تتوجه إلى العلو دائما وأبدا. فالعامي اللي ما درس ولا عرف هذه الأمور إذا أراد أن يدعو تجده يتجه إلى العلو، يرفع يديه إلى السماء، يرفع وجهه إلى السماء، وهو ما درس في كلية ولا في جامعة ولا، لأنه متقر في فطرته وفي عقله أن الله جل وعلا في العلو، فطر سليمة. نعم، هذا من الأدلة الفطرية على علو الله على عرش، أن كل أحد يتوجه إلى العلو حين يسأل الله وحين يدعو الله ويرفع يديه إلى الله عز وجل في فطرته وفي عقله، لا يتجه إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى تحت، لأن الله فطر الناس على هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، ما العلو والخصوص بين العلو والاستواء؟ العلو يا أخي صفة دائمة لله عز وجل، صفة ذاتية لا تنفك عن الله، أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله الله إذا شاء، يفعله الله إذا شاء. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الصبر والمصابرة؟ الصبر هو حبس النفس عن الجزع والثبات على الحق، والمصابرة مفاعلة، مفاعلة تدل على المشاركة بين طرفين، يعني مصابرة العدو مقابلته والوقوف في وجهه وصده عن المسلمين، هذه المصابرة، صده عن المسلمين والوقوف في وجهه ورد عدوانه وكف شره، مصابرة فيها اشتراك من الطرفين، طرف العدو وطرف المؤمن. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.